داينا لصندوق النقد الدولي وفتاوي اقتصادية، واللي يستدين ماهوش عيب، واللي عيب الاستدانة عيب وخيانة للشهداء، لأن لا كتمشي للمديونية وانت قادر تنظم حوالك باش ما تمشيش للمديونية. تمشي للمديونية خلاص سكت، ما بقى لك لا تدافع لا على غزة ولا على الصحراء الغربية ولا على حقوق الإنسان ولا حقوق المضطهدين في إفريقيا وغير إفريقيا. إذن ما نمشوش للمديونية وما مشيناش رغم يعني الفخ اللي كانوا بنيناه لنا.